بعد انطلاق الموسم الدراسي وبعد سلسلة من المعاناة، المجلس الإقليمي لمديونة يضع 10 حافلات للنقل المدرسي رهن إشارة تلاميذ وتلميذات جماعة المجاطية وتحصاد وجماعة سيدي حجاج. احنا في المجلس الإقليمي ديال مديونة برمجنا وعطينا واحد الأولوية للنقل المدرسي بحكم أنه اختصاص ذاتي كينص عليه القانون التنظيمي الجديد مجالس العمالات والأقاليم، لأنه قبل الوضعية قبل ما يقوم المجلس الإقليمي بهذا المشروع ديال النقل المدرسي لأنه مشروع متكامل، فكان البنات ديالنا خاصة في الوسط القروي والأبناء ديالنا التلاميذ ديال خاصة الجماعات القروية المجاطية ولا الطالب وكذلك سيدي حجاج كيمشيو غير في النقل السري، وكذلك أحيانا كان تنعدم حتى هذيك الوسيلة ديال النقل اللي هي غير قانونية، وكانوا كيوقعوا واحد العدد ديال الحوادث ديال الاغتصاب ديال السرقة ديال العنف في حق التلميذات، كان يعني واحد المعدل ديال الهدر المدرسي مرتفع جدا. عندنا واحد العدد ديال 700 تلميذة وتلميذ اللي كيستافدوا من هذه الحافلات، ربما هذا هو الاستثمار اللي تيتكلم عليه صاحب الجلالة في العنصر البشري في رأس المال لا مادي لبلادنا، اللي طبعا احنا كنتمنوا نشوفوها متقدمة ومزدهرة. اليوم جينا نسجنوا الوليدات ديالنا في النقل المدرسي المدعم من طرف العمالة ديال الإقليم مديونة، وهذه بادرة طيبة. احنا يعني وليداتنا بعاد على المدرسة تقريبا شي 4 كيلومتر ونص 5 كيلومتر، وكيستافدوا الوليدات كاملين والبنيات هما كيستافدوا باش يواصلوا الدراسة ديالهم. المشاكل راه عندهم بعاد من المدرسة، راه 3 كيلومتر وجوج ولا 4 باش كاين باش بعد بزاف عليهم باش بقاو يجيو على رجليهم ويمشيو. مزيان لينا حنا هاد القضية، راه كيستافدوا منها الجميع، كلشي مزيان عليهم. مزيان حتى الوليدات. هو الوليدات طبيعة الحال يهز الدري من حدا الدار ويجيب وحدة من الدار، باش بحال دابا جاب 3 كيلومتر ولا 4 على رجله في الخلا، صعيبة عليه. كاين من بعد الآباء وما كيخليوش ولادهم باش يجيو على حساب المدة ديال المسافة ديال الكيلومتراج بعيدة 3 كيلومتر ولا 4، ما كيخليوش ولادهم يجيو. لان كيتلقاو ليهم بعد الناس كيكرفصوهم. انا بنتي منهم، اولا عملوا ولدها وليها بورطابل، تلقاو ليها داو ليها البورطابل ديالها، ولحد الان انا حبست ديالي مابقاش بغات كاع تجي للدراسه، هي ملي شافوها تلقاو ليها حاط عليها موس، هذا باقا بغات تجي للدراسه صافي حبست، راه لحد الان باقا جالسه ما بغاتش تجي، بقات بحال مصدومه. عاد هاد العام راه قيدنا على حسن تروبس هما اللي كان عقب دابا الدراسه ديالنا. في الليل كنخرج بعد ما كتكون المدرسه مع الفصول كتبدل المدرسه كتولي جينا كنخرج حتى للسته، كتكون هناك مجموعه من المشاكل خصوصا بالنسبه للفتيات، كتعادل التحرش، السرقه، اغتصاب، كانت يعني هناك بزاف من المشاكل، ولكن الحمد لله اليوم ولينا كنمشيو في امان، ما بقاش داك الخوف ولا الترونسبور كيقربنا حتى للدار، يعني حتى الوالدين ولاو كيخليو بناتهم يكملوا الدراسه ديالهم، ولكن اليوم الحمد لله وهذا كله بفضل السي زكريا إدريس اللي كنشكرو جزيل الشكر على هذه المبادره الطيبه اليوم اللي قدرات تخلينا نكملوا الدراسه ديالنا في امان الحمد لله. شكرا الناس اللي داروا لنا الترونسبور، قربوا لنا بزاف ديال الحوايج وعاونونا، كنا كنجيو بعاد في الشتاء والبرد ولينا كنجيو فيهم مستافدين. قبل ما يكون عندنا هذا الترونسبور، قبل ما يديروا لنا الترونسبور كنا كنعانيو بزاف، كنا كنعانيو من مشاكل التحرش، الاغتصاب، السرقة، بزاف الحوايج. هذه اول مبادره كتقام على جماعه سيدي حجاج واد حصار، وكنشكروا رئيس المجلس الاقليمي. وكنا مكرفسين بزاف في الشتاء والبرد، وكنا كنمشيو على رجلينا وكنجيو على رجلينا. وتأتي هذه المبادرة استجابة لسياسة الدولة الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في ظل غياب الأمن والأمان وبعد المسافة بين المدارس والدواوير التي يقطنها التلاميذ. كانوا معذبين، كيمشيو على رجليهم، كيمشيو حتى للشانطي وعاد يركبوا، ومره يهزوهم مره ما يهزوهمش، هما اللي ولات ترانسبور ولا هادي ولينا مستافدين بها، ولات مزيانه. كنتو كتخافوا على ولادكم؟ اي كنخافوا عليهم. ايوا راه كانوا كيتلقاو ليهم، كيتلقاو ليهم عباد الله، وكيديو البنات يكرفصوهم كيمحنوهم، وشحال من واحد ما قراتش بنتو على هادشي، خرجوا عليهم. الوليدات كانوا محنين بزاف في الشتاء في البرد في كل شيء، كاين اللي مسكين خرج كاع من المدرسه ما قراش كاع على الصر والبرد والتماره وغادي جاي، الصهد وكل شيء، والبنات حتى همايا وكيخرجوا مساكن من القريه حتى كيلحقوا ليها، وكيخرجوا من قهره المركوب ما كاينش، غادي جاي كيلحق يعقب صافي، طريق خايبه بزاف مكرفصه. بادرة استحسنها أهالي القرى المجاورة والتي ظلت لعقود من الزمن تعرف أزمة تمدرس خاصة بصفوف الفتيات.